السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساكم وحن شوغا حفيس كيجي حارون تردحي وحن دوني يا إنا إذن لحظ لو برشد سومال لان هورتو وحن دوني يا إنا إذن سلامو سلامك بعدي ساكم وحن دوني يا إنا وحدين شابو ونو كلفا إذن سنو أياما هنوردن وحوريجي صور عن سلاك اللي وشرحها الحوينها أذكر كيف صبحي أو ذا إن أنا كلنا مناسبة مركا إن هرت وحني شيء إن الله اسم موسى الله اسم صبر كرو أو عبد الرحمن عير الله اسم صبر كرو قدومي هيجا أو قدومي فيصل الله اسم صبر كرو أو أنا قال اسم كي صبر كرو مركا واحد معنا أو كشرة أيا بس كير با شيء كذي وين بضطهي أنا بحس بجوداني معناها أساسيا شيء حس بجوداني معناها ما لا نقص على أنا مشرتو وحنو يعلمو يعني مركا وحن دوني أنا إن برشل سومالان أما توكي أما عدة دورانها حالا أنا أنا شو يعني أنا بحس بجوداني هاي حس بجوداني وحن كسر كردي مو يعني ما لا نقص على هرت مشرتو مركا تعسوا تا وأنا كشافية يا هذا على ستين ده إنن إن هاي هذي سو بدشنا ما لا نكون بدشوا ما هي أنا بحس بجيس بدر كان شو قال كسر بيرو قلادي نجا تقتنى دوالو دعينا دعا قبا يالبارنا نا كوي نوغو صوب بيرنا قعم فران مرقا حس بدو مرقا تصوغ دشت كي تشوغي كي نحاي حايدة إيه مرقا صوغ غري وانا يسكسيو شقايا ما ها مرقا حس بسوغ دشت عداد ملحمين كو حيجان هان ترتي يا عداد ملحمين وشرح ليد با بوسيشن كا قاوات كسو تناسشي واحد من حس بي شقاينا يا او باحنا على شقايو مرقا مرقا قاكو دو حد عدا قف ملحمين كو حيجان هان تري اما مدحنا كحجان وترتمي ما متشي ده أما قف محي هذي ده مدحنا وترتمي مركو كم بالمحس بكله ت وحيابي أتشن كيف كاي راني ماشي واحد شو جو مشرح كلياته حس بكست واحد شو جو مشرح كاي جو واحد شو جو عبد الرحمن قدومي هيا جا ككلنا موسى شو جا قدومي موسى ككلنا فيصل بعد شو جا ما كانت تدك تضاو وحابين إنك سلام قدومي حس بكت شو وان مدحنا وعربية مرة قلوين كين ده هنجري حلاك سو هنجري أما حزبي ذا كلك سو هنجري أما مش شرح نمن نوع عسجاري عاد بنا نروح ما هاي إلى كذا ده ده حزبي ذا تكتان إلى بوسيشن كيو كلا نقطان ما كده هذا ده كح ما تين إلى أتنشن كيه لين أو نجا تكتان ما ندين دعاني إن شاء الله حزبي ذا كلا تكتان إلى لو حسوا كلا كيش أنا لكن سمع كان حزب سوق الشطة تمادو وإنا الشقة ذا you have to end ما دركتي سدة الشقة ده حلو كان يا أدو ودتي ما هم يعني تسكف ردينا ترى هلا يحترامه أما أنا جا هلا دوا عرضه مرح على كل حال جروب كان أنت سانك جت جيا وأنا ردي سيد عيني يا أنت هذا نرد شوكتها أنا دوا حلا أنا قاعد مفرن إيش شقة فرن وقف كسر هذا شقة اللي تحقق بصدق إن أنا بقى ساكر لها أروح كسر حس بقى إني ما دا أروح كسر أم هلا شوكة أم هلا سكت دايو ترى هاي وانك قبصلا وانا سكب حد ورك وانك قاطع مرح قف كسر أقرب شوكة أو يبي ده وأنا وانا حس بقى ما دوت شقة يصير oo aad waxna la qabatid oo nala ogaatid hawlaha xisbiga ka socda ta kale waxaan doonayaa inaan ka hadlo ganacsatada qoloyinka ganacsatada ee wadanka degan salaam aleikum qoloyinka ganacsatada ah ee maxay heeday ee wadanka degan ee kala kumil may xisbiyada yaa cid ay doonaan baa haadaane waxaan u sheegayaa saaka xisbi kasta إنا ضد حيسان، أو ضد حال نقطان، ما هم اللي ضد كل حكومتان. بركة أنا هو قلوينك حسبي يضع وحنا هاي ده معارضة. بركة قلوينك أنا عاون إمك كان عصت هذا. هذا ما كان حلك طبعاً. توحي نقدر مو الله بريجنا، بس أنا كنا من العاون. سيدا أوجاها. هذيك اللي ضد حال هذا أو إمك بقى محي هذي حسبي كستاء أصل هذا. أديك لا أنا واحد دي الشيء يا مانتا وأويسيس عندي أي لا ليه مكبر عامل لأن ما ترتم بيا لا صدق حسب بقى ترتم يا وأنا صاب بحكرنا أفرت بس عشان حسب وأدري وهم ما هيستو أنا وأنا حسنا العك ضدنا وأنا حسنا هاي هذي كل خسنا وأنا مو بهن هاي لكن وكل قصبتي هذاك أنا حسيتي أنا صدق حسب وأنا حسنا هذا هو الحوي ذا بين قطع والحكومة ده مقنو هنا عاوين بنهرب طلع نقول عاوننا أبدي سلام يا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيفا ودني فيفا سومالا
in waxa aan maanta in hambalyo u diraya gudoomiyaha cusub ee maxay ahayd golaha wakiilada ee Bashe gudoomiyaha Bashe insha Allah khayr baan ku rajaynayaa ilaahay waxa ka bareen dhexdhexaad noqotid oo ilaan xisbiga kulmiya ayaad ka tirsan tahay aan wax walba marsanayn hadhow fuuli oo dadka daacad u haatid wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh laakiin hambalyo